تزامنا مع الجمعة العظيمة عند الطوائف المسيحية يلي بتتبع التقويم الغربي، بتحيي الفنانة آلين لحود رتبة سجدة الصليب بكنيسة سيدة العطايا بالأشرفية اليوم على موعدين، الموعد الأول على الساعة 4:30 والموعد الثاني على الساعة 6:30. بيستقبل قصر المؤتمرات بدبي أمسية تراتيل بيزنطية من زمن الصوم حتى الفصح المجيد مع الموسيقي والمرتل العالمي تيودوروس فاسيليكوس، وهو يعتبر سفير الموسيقى البيزنطية بالعالم. هالزيارة هي الأولى بلبنان، موعد واحد الأحد 3 نيسان على الساعة 7 بقصر المؤتمرات بدبي. مبادرة من الفنان مارسيل خليفة ودعما لكورال الفيحاء من بعد اعلانه عن توقف نشاطه، بيدعي مركز الصفد الثقافي الى حضور حفل توقيع البوم اندلس الحب للفنان مارسيل خليفة. الموعد نهار الثلاثاء 29 شهر على الساعه 6، ويعود ريع الالبوم لدعم الكورال. بيستقبل مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية، بيدعي إلى أمسية موسيقية وتحديدا موسيقى الحجرة بتجمع ناتاليا كابوستينا على البيانو وبرفقة ماغدالينا سوكولا ورومان ستوروجينكو. الموعد ب 29 شهر على الساعة 8 المساء. تدعي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بصيدا بالتعاون مع مبادرة العمل المسرحي بالأيوبي وفرقة تحويل المسرحية إلى مسرحية الديكتاتور رائعة الراحل عصام محفوظ بذكرى مرور 10 سنوات على غيابه، وذلك على خشبة مسرح ثانوية رفيق الحريري بواحد واثنين نيسان على الساعة 8:30 المساء. وسبق لفرقة تحويل وأن قدمت هالعمل باللغة الإنجليزية ضمن إطار فعاليات مهرجان بتوين ذا سيز بنيويورك الخريف الماضي، اليوم بتقوم فرقة تحويل بإطلاق العروض المحلية بمدينة صيدا قبل العروض ببيروت ومجموعة من المناطق اللبنانية. Close the House of Parliament, arrest all the members. My general, it's only one vote. That one vote is more dangerous than all the rest. Close the House of Parliament. لقاء الصوت المدني بيدعي لحضور ندوة بعنوان نظرة شاملة للتنمية في مدينة طرابلس مع الخبير بشؤون التنمية الأستاذ أديد معمي، وذلك نهار السبت 26 الشهر بغرفة التجارة والزراعة والصناعة بطرابلس على الساعة 5:30 بعد الظهر. واليوم يوم الجمعة، موعد ثابت مع زميلنا يغذان التقي ضمن المجازين السياسي، وضيوفه لليوم وزير شؤون المهاجرين رشيد دربيس، الخبير الاستراتيجي العميد الياس حنا، استاذ الجغرافيا السياسية بجامعة باريس الثانية الدكتور خطار أبو دياب. وملف المجازين السياسي لليوم الفلسفة في الحياة المعاصرة وفي حياة اللبنانيين والشخصية اللبنانية مع استاذ الفلسفي بالجامعة اللبنانية الدكتور مشير باسيل عون واستاذ علم النفس الدكتورة فياض. الموعد اليوم على الساعة 8:30 الصبح إذاعة الشرق. كيف عم بتكون حركة السير بهالأثناء؟ خلينا ناخد فكرة.
الحاج معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، بيعطينا فكرة عن أحوال الطرقات. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. وأنت كمان تفضل. بعتقد اليوم فرصة، يعني بتخيل أكيد اليوم عيد، تنعاد عليكم جميعا يا رب. بالنسبة لحركة سير إجمالا اليوم الجمعة بمناسبة العيد، عم تشهد حركة سير أقل من طبيعية على مداخل العاصمة، المدخل الشمالي والشرقي والجنوبي. نعم. كذلك ضمن بيروت وضواحيها أيضا عم تشهد حركة سير خفيفة جدا. أيضا بالنسبة للطاقات والإشارات داخل العاصمة عم تشهد حركة سير خفيفة. هيدا بالنسبة لحركة سير. أما بالنسبة للحوادث اللي تسجلت بال 24 ساعة الماضية، عندنا 11 حادث وقتيل و11 نتج عنهم قتيل و11 جريح. القتيل وين؟ بأي حادث عندك؟ القتيل؟ نعم. القتيل هيدا بعيتيت، حادث صدم. نعم، لأنه صباحا كمان تسجل حادث سير هون على جسر سليم سليم، انقلبت سيارة. أضرار مادية، صح، هيدا أضرار مادية، صح. نعم. أوكي. كذلك بالنسبة للمحاذر، مخالفات سرعة الرادار تسجل خلال 24 ساعة الماضية 789 محضر مخالفة سرعة. نعم. اليوم نعرف برتبة دفن المسيح بيصير في إجراءات معينة، لأنه بيصير في مسيرات على الطرقات، أي إجراءات لازم تتخذ اليوم وأي ساعة؟ صحيح، بالنسبة للإجراءات رح تتخذ بعد الظهر أكيد، يعني زياح المسيح يعني حول الكنائس إجمالا يعني. نعم. وايضا للتواصل بمركز التحكم المروري للاتصال على الخط الساخن على 1720 او على ما هو مواقع التواصل الاجتماعي، تي ام سي على تي ام سي لبنان على تويتر، وغرفه التحكم المروري على الفيسبوك. نعم. هذا كل شيء حتى الساعه. شكرا لك الرقيب اول سعيد الحاج، يعطيك العافيه، اكيد بنحكيكم بكره. نحن رح نتوقف مع فاصل اعلان جديد، من بعده بنرجع لمتابعه اخبار صباح لليوم، خليكم معنا.